بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخوكم عمر. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد راح نتحدث فيه ولا موضوع تاني يتمحور حول تقديم الكالسيوم للطائر والحفاظ على صحته. نقدم الكالسيوم بصفة دورية. يعني فوائد الكالسيوم عنده فوائد عديدة، كما نقول يدخل في تركيب العظام، منقار الأظافر للطيور، وكذلك هو مكون أساسي لبيض الطيور عند الإنتاج. يدخل كذلك المحافظة على ضغط الدم، عنده فوائد عديدة بالنسبة للطيور. يعني أهم مصادر الكالسيوم بالنسبة لنا إحنا كمربين، أنا أهم مصدر هو البيض المسلوق. البيض المسلوق الإخوة نقدر نقدموه يعني مرة أسبوعيا خلال جميع فترات دورة حياة الطائر. نقدموه في فترة الإنتاج مرة أو مرتين. كاين بعض الطيور كده ما يأكلوش البيض المسلوق. هذه حطوا لهم هذه اللي هي عظام الحبار، هذه لازم تكون دائما داخل القفص. كاين كذلك هذه بودرة، هذه كما نقولوا كالسيوم. كذلك هذا كالسيوم مفيد جدا، مدوه للطائر بصفة دائمة. كاين كذلك كالسيوم كالسيليكس بودر كذلك مهم جدا. يعني نروحوا لطريقة تقديم تاع الكالسيوم. هذه كما قلت لكم مرة في الأسبوع، وعند بداية الإنتاج عندك كما نقولوا تجهيز تولي مرتين في الأسبوع. هذا دائم داخل القفص، هذا كذلك دائم داخل القفص. بالنسبة لكالسيليكس أو كالسيوم بودر، يعني التقديم تاعو راح يكون في الماء. نقدمه من ثلاثة كيما هذه الزرقاء، هذه اللي فيها تقريبا 1 غرام. نقدموها ثلاثة في كل ثلاثة كما اثنين حتى ثلاثة كما هذه في ربع لتر من الماء. وإذا حبيت تديرها كذلك في الباتي كيف عندك هذا البوشون الأزرق، تحط فيه اثنين كل 100 باتي، كل 100 غرام من الباتي. يعني الكالسيوم الإخوة ما نوصيوش عليه، يعني مفيد جدا للطائر ولازم في حياة الطائر، لازم تقدمه بصفة دورية. وشكرا للإخوة على المتابعة، ونرجع لكم في فيديو آخر إن شاء الله.